السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع تيسم سيلت لنقف على الأشغال نتاع الطرقات في الولاية واللي تعرف وتيرة ملحوظة، وكذلك فيه عدة مشاريع نتاع ازدواجية تقريب كل الطرق الوطنية اللي تمر بالولاية تاع تيسم سيلت، ومنها الطريق اللي يربط مدينة تيسم سيلت بالطريق السيار شمال جنوب على امتداد حوالي 60 كيلومتر. إذا هذا هو اللي كنا نطالب به في عدة فيديوهات، يعني هذه حوالي عامين وحنا نتكلموا في الموضوع هذا نتاع ضرورة ازدواجية كل الطرق الوطنية في إذا كل الولايات وخاصة ولاية الجنوب اللي فيها يعني نسبة حوادث مرور كثيرة. إن شاء الله الفكرة هذه يعني تتبلور عند في العقول تاع المسؤولين توا هنا، ونروح الى ترسيم هذا المشروع نتاع ازدواجيه الطرقات الوطنيه، يكون يصدر في الجريده الرسميه بقرار وزاري. اذا ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. بوتيرة متسارعة تجري أشغال ربط ولاية تيسم سيلت بالطريق السيار شمال جنوب عبر الخط المزدوج الذي يمتد على مسافة 73 كيلومترا، ما من شأنه إضفاء انسيابية لحركة المرور وتسهيلها أمام مستعملي الطريق. أخي من قدام نروحوا قصر، نروحوا قصر، نروحوا الجزائر، نقص علينا هذه تاع 8 راه شويه فيها لاشارج بزاف هي غابرتنا، نروحوا مع هذه ان شاء الله تولي تساعدنا. حنا نسكن في طازانه وساعدتنا بزاف الطريق هذه، نقصت علينا الغاشي تاعنا مثلا راه ماشي مغبون، الله يبارك لنا، حاجه مليحه للبلاد. حتى ديروا مطار كبيره للفلاحين اصحاب المال والواش من الجزائر للقصر للنديه مليحه، هاو سهل عليهم العمر، هاو سهل بزاف هذه تاع الخميس. الشرق هذا هو الصح. كما كنا نطلعوا للجزائر ونزوروا هكذا ونروحوا للشرق بعيد علينا بالبزاف، بصح منا الكون تاع ربي الله يبارك. وبالموازاة مع هذا يتم انجاز اشغال ازدواجية الطرق الرابطة بين تيسم سيلت وحدود ولايتي تيارت والجلفة. نحن الان متواجدون في النقطة الكيلومترية 3+500 بصدد انجاز اعمال الحفر في الطريق الوطني المزدوج رقم 127. نسبة التقدم في هذه النقطة هو 60%. ازدواجية هذه تتمثل في الطريق الوطني رقم 14، عندنا 8 كيلومتر مع محول الذي يربط ولاية تيسم سيلت مع حدود ولاية تيارت، ازدواج الطريق الوطني 120 الذي يربط الولاية مع ولاية الجلفة على مستوى 22 كيلومتر، المشروع في تقريب 55%. المشروع الثالث وهو الطريق الوطني رقم 127 الذي يربط بين كذلك ولاية تيسم سيلت مع ولاية المندية حتى الطريق الوطني رقم 1 اللي هو طريق شمال جنوب. تعزيز شبكة الطرقات وازدواجيتها مشاريع حيوية ذات بعد استراتيجي من شأنها فك العزلة وفتح آفاق واعدة.